ما كانتش واضحه ويعني خصها تكمل جمله جات ناقصه اعاده تخصيص ولكن لم يوضح لماذا ستخصص في الميزانيه الحاليه. وشكرا سيد الرئيس. شكرا على التفاعل ديالكم مع النقطة، هي نقطة مهمة واللي تكلموا فيها الإخوان في اللجنة. كان دائما كنلح على اللجنة علاش لأن فيها تكون أوراق فيها تكون يكونوا يعني استفسار ديال جميع الملاحظات اللي ممكن أن الإنسان يكون عنده شي هزيز ديال التخوف. فعلا هذا السوق اللي خدينا حنايا السير ديال الجماعه لقينا مشاريع اللي هي مشاريع مؤهله ديال المدينه واللي كانت عرفت واحد يعني واحد الوقفه ماشي هكذا وكان ولكن جات نظرا للكوفيد جات نظرا ارتفاع الاسعار من مرة كوفيد جات واحد بعد الاثمنه اللي خداو بها يعني الشركات الصفقات فهي اثمنه كانت يمكن دوبلت ولهذا ما كانش شي واحد من الشركات انه يقدر يكمل المشروع. لكن الهاجس ديال المجلس كان كامل بدون استثناء انه هو اننا نكملوا هذه المشاريع والحمد لله احنا غادي في هذه المشاريع اللي غادي نشوف النور ديالها ان شاء الله واللي سنفتخر بها جميعا. دينا ديال تطوان فيما يخص هذا المشروع ديال البول اجرو اليمونتير والمشاريع الاخرى كالحزام الاخضر وكالي فرنا كاملين خصهم غير واحد الفئه. نشتغلوا على اساس ان الجامعه نشتغلوا للمدينه نشتغلوا باش هاد المشاريع تخرج حيث الوجود. وانا اتمنى ان الانسان اذا كان عنده شي نفس او لا شي سؤال اللي ممكن هي اسمي التدخلات يكونوا كنبنيو شي حاجه يعني معارضه بناءه ماشي معارضه ديال اننا نضربوا يعني عاون كيف حنا نشتغل هذيك 800 مليون درهم يمكن في الاجتماع ديالنا هنايا قلنا ان هي غتمشي لواحد المشروع اللي هو مشروع كبير وكنا كنتوخى جميعا مشروع لاعاده الهيكلة للأحياء ديالنا اللي هي ناقصة التجهيز. هاد الأحياء هذه هي أحياء كلها بدون استثناء تحصل على المستوى ديال الدراسات. كاين أكثر من 35 حي كاين تدخلات فيها. مشكورة مرة أخرى وزارة الداخلية على هاد المجهود وعلى أنه هو الإلحاح ديال الجماعة اللي كان خصنا نخرجوه في أقرب وقت. والحمد لله بفضل ديال الجامع انه هو بارتي من ابتداء من النص ديال هاد الشهر فبراير سنعرف مقاولات التلات اللي هي غتدخل في المدينه واللي تسند المشروع كله للامانديس وال يعني تحت دائما المراقبه ديال السيد العميل الجامع. فاحنا ضروري ملي كنمشيو على اساس اننا غنحفروا الواد يعني غنحفروا لاسيزم وغنحفروا شرف الجماعة لان ضروري خصها تكون بجانب هاد المشروعات والجانب هو ان هو الاحياء اللي هما غادي يتم فيهم الحفر وملي غتحفر وكاين شي الشق الاخر ديال الاسمنت ولا ديال البيتون اللي هو غادي يمشي في الاحياء. اذا كاين جوج الحوايج يا اما يتصور كله قد يا اما ما يتحفرش تلك يعني لا سيريس ديال فرقت الجماعه لان هي تمشي تواكب هذا المشروع هذا. الحمد لله ميزانيه شفتوها الميزانيه اللي هي مهمه غادي تواكب هذا المشروع هذا واللي غتمشي في نفس المنهجيه ديال انه هو الاحياء اللي هي تقسمت على ثلاث سنوات داخله فيها هذا الشكل ديال 24 وكاين 25 وكاين 26. ف
فمشروع مهم، مشروع اللي غادي هو التمشور اللي كان ديال الجامعة، لأننا في الأحياء ثلاث سنوات اللي غادي إن شاء الله نشوفوا فيها أحياء ديال المدينة، حتى غادي حتى هي غادي يتم رفع ديال الميز ديال الأحياء كل الدوسي ديالنا. حنا ما علينا إلا أنه إذا كان شي سؤال اللي شي سؤال اللي ممكن فيه شوية ديال الغموض، فالجامعة على الإشارة وكل شيء ديالها ونكونوا راه إشارة. فيما يخص النقطة ديال النقل، واخا ماشي هي دخلة، ولكن إلا بغيتو نتا هي النقل، واحد المرفق اللي هو مرفق هام، مرفق اللي أنه هو إذا الإنسان كيهضر على المرافق ونشوفو هاد المرفق هذا نرجعو واحد شوية واحد الدعم، أو نمشيو نشوفو المدن الأخرى اللي دابا كتعاني. هذا مرفق اللي هو مرفق اللي الحمد لله دابا تطوان هي بيلوت فيها، يعني نموذج ديال المرافق بالنسبة ديال النقل. وغادي يجي الوقت اللي غادي نتكلمو فيه بالتفصيل والتدخلات ديال الناس اللي مسلمين هاد المرفق هذا. فشكرا لكم مرة أخرى. النقد أو الملاحظة بينها فهي كناخدوها يعني بصدر الرحب، والملاحظات اللي ممكن غير لإثارة هذه، أنا أتمنى أننا نبقاو في هذه باش كان تبتو راسنا مع الملاحظات اللي هي في المستوى ديال الجامعة. فشكرا لكم، ونمروا للسويت عرض هذه النقطة للتصويت الموافق. فيما يخص الموافقون، منصور بن جيبة، عبدين العبوس، عقيل بن العيش، نصر الناجري، مصطفى بن ناجي، سعيد أبشري، عبد السلام الدامون، سعيد الغالي، عديد الداكي، محمد حسودي، جواد أخموم، مصطفى قبصقاص، أنس عبدة، زكريا الغزوري، فتح الروح، طارق السباعي، علي الأسكين، مراد الملوي، سعد الركراكي، سعيد بن زينة، إيمان الحراق، نرجس خريم، سعيدة مخشم، حمو البقالي، نادية الشادي، مريم حسيوتي، رجاء مريبقو، أمينة بورجيلا، حميد دامون، سارة العمراني، حسين الشباب، مصطفى الكوري، الممتنعون سميرة الشابار، أنس مرزوق، جويري الحول، يوسف بن القات، عادل بن نونا، نجاة حمرية، المصوتون بلا لا أحد. شكرا لكم صوت أعضاء المجلس الجماعي الأغلبية المتقالي الأصوات مع طريقنا بالموافقة على إعادة تخصيص مبلغ 2,269,000 ميزانية الجامعة 2024 للفصل المتعلق بالمساهمة في مشروع القطب الاقتصادي إلى الفصل المتعلق بمشروع مندمج أشغال الطرق والأرصفة. ونمر للنقطة الثانية وهي دراسة مشروع ميزانية جامعة تطوان برسم السنة المالية 2025. كيف كتعرفوا الحمد لله اليوم يتم عرض هذا المشروع ديال الميزانية برسم السنة المالية ديال 2025 للسنة الثانية متوازنة بعد التغلب على العجز الذي سجله أو سجلناه على امتداد السنتين كنعرفو جميع 22 2022 و2023. ويبدو كان نظرا للتراكم الديون وعدم اداء واحد الجزء كبير من النفقات الاجباريه السنويه من ميزانيه الجامعه. اللي كيميز المشروع ديال الميزانيه 2025 هو اولا الرفع من الحصه الاجماليه من المنتوج ديال الضريبه على القيمه المضافه المخصصه للجامعه ديال تطوان، بناء على مراسله السيد وزير الداخليه عدد 897 بتاريخ 8 يوليو 2024، حيث تم واحد الإضافة ديال 42 مليون درهم بحصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة.
جوج كذلك تنفيذ ولا تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية ديال 29 أبريل المتعلقة بالحوار الاجتماعي المركزي الموقع بين الحكومة والمركزية المحافظة أكثر تمثيلية بزيادة في أجور الموظفين بواحد المبلغ ديال 500 درهم صافي على المرحلتين 2024-2025. ثالثا احترام مبدأ ديال الصدقية في وضع التقديرات الخاصة بالمداخيل والنفقات برسم سنة 2025. وهنا أعطي كلمة لرئيس لجنة الميزانية سي مراد، تفضل. شكرا سيد الرئيس. فيما يخص المنطقة المتعلقة بالتصويت على مشروع ميزانية 2025 وطبقا للمادة 32 من النظام الداخلي، عقدت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة اجتماعا يوم الخميس 12 فبراير 2020 خصص لمناقشة مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2025، حيث تم إعداد ملف متكامل لجميع الوثائق الواردة للمادة الأولى من المرسوم رقم 316/16/2 الصادر في 29 يونيو 2016 المتعلق بتحديد الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة. ولقد عرف مشروع ميزانية 2025 للسنة الثانية على التوالي الذاتية بدون دعم وزارة الداخلية المتعلق بالمنتوج التكميلي لسد عجز الميزانية التسيير. وعليه فإن المداخل المقترحة برسم سنة 2025 وصلت فيما مجموعه 477,662,600 درهم بعد الزيادة التي عرفها منتوج الحصة الجماعية حصة الجماعة على القيمة المضافة برسم سنة 2025 بما مجموعه 42,813,332 درهم، حيث عرفت المداخل المقترحة برسم سنة 2025 نسبة نمو بلغت 17% مقارنة مع المداخل المقبولة برسم سنة 2024 وهي على الشكل التالي. فيما يتعلق بمجال الإدارة العامة، المداخل المقترحة برسم سنة 2025 206,560,600 درهم، أي بزيادة 26% مقارنة مع 2024. فيما يتعلق بمجال الشؤون الاجتماعية 1,587,600 درهم بزيادة 1%. مجال الشؤون التقنية 139,952,100 درهم بزيادة 5% مقارنة مع سنة 2024. مجال الشؤون الاقتصادية 123,111,900 درهم بزيادة 8%. كذلك بالنسبة لمجال الدعم، المداخل المقترحة برسم سنة 2025 6,453,450,400 درهم بزيادة 8%، أي المجموع العام 477,662,600 درهم. وفيما يخص باب النفقات، فإن الاعتمادات المقترحة برسم سنة 2025 حصلت فيما مجموعه 477,662,600 درهم، وتأتي هذه الاعتمادات لتساهم في تغطية جميع النفقات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 181 من القانون التنظيمي 113/14 والنفقات التسيير الأخرى الخاصة بالجماعة. وبناء على مقتضيات المادة 150 من هذا القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تنص على وجوب تحري الصدقية في مجموع موارد وتكاليف الجماعة عند إعداد ميزانيتها، وبنظر كذلك إلى التطور حجم النفقات الإجبارية خلال السنوات الأخيرة، فإن مجموع هذه النفقات المقترح لرسم السنة المالية 2025 بلغ ما مجموعه 420,737,200 درهم دون احتساب الفائض التقديري لرسم سنة 2025. وجاءت مقترحات باب النفقات على الشكل التالي: الإدارة العامة 189,668,800 درهم،
اي بزياده ديال 9% مقارنه مع 2020. مجال الشؤون الاجتماعيه 22,586,800 درهم بزياده 8%. مجال الشؤون التقنيه 65,710,700 درهم بزياده 33%. مجال الشؤون الدعم 142,970,900 درهم بزيادة 4.64%. مجال إدماج النتائج 56,925,400 درهم بزيادة 47%. أي المجموع العام للنفقات المقترحة 477,662,600 درهم بزيادة 14% مقارنة مع السنة المالية 2020. وفيما يتعلق بالحسابات الخصوصية فلقد جاءت المقترحات على الشكل التالي: الحسابات المرصودة لأمور خصوصية وهي حساب سامسة درسا المبلغ المقترح فتحه برسم سنة 2025 589,923,100 درهم، حساب سوق الإمام مالك الشطر الثاني المبلغ المقترح فتحه برسم سنة 2025 50,988,400 درهم، حساب ضريبة الذبح المبلغ المقترح فتحه برسم سنة 2025 600,100 درهم. فيما يتعلق بالحسابات النفقات من المخصصات وهي حساب النفقات من المخصصات المتعلقة بمستحقات الاستهلاك الكهرباء العمومي المبلغ المقترح فتحه برسم سنة 2025 31,100,000 درهم. حساب النفقات من المخصصات المتعلقة بمستحقات استهلاك الماء العمومي المبلغ المقترح فتحه برسم سنة 2025 9,029,500 درهم. حساب النفقات من المخصصات المتعلقة بإعداد تصميم لتطوير البروجيات الشاملة بالتراث الثقافي للمدينة العتيقة لتطوان المبلغ المقترح فتحه برسم سنة 2025 1,562,400 درهم. وفيما يتعلق بالميزانية الملحقة المتعلقة بالمحلات المهنية بالمنطقة الصناعية بتطوان فإن المداخيل والاعتمادات المقترحة برسم سنة 2025 حددت فيما مبلغه 703,600 درهم. وعليه فلقد تم حصر مشروع ميزانية جامعة تطوان برسم سنة 2025 في 1,218,495,500 درهم. وبعد النقاش المصطفي حول المقترحات التي تم تقديمها بخصوص الحسابات الخصوصية والميزانية الملحقة، رفعت اللجنة توصيتها على أنظار المجلس قصد التداول والتصويت على الحسابات الخصوصية والميزانية الملحقة للمحلات المهنية وعلى الميزانية برمتها خلال دورة الأطروحة العالية من سنة 2020. وشكرا سيد الرئيس. شكرا سي مراد. افتح هذا النقاش في هذه النقطه متداخله.